فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك سيداتي انساتي سادتي ايها الاحبه في كل مكان، متتبعي مباريات اليوم الكبير في كره القدم عبر قنوات بي ان سبورتس الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير. بطلة امريكا الجنوبيه تلعب في سنغافوره، وثاني كأس الأمم الأفريقية تلعب في سنغافورة. هذه المباراة الودية المنقولة لحضراتكم على الهواء مباشرة من الاستاد الوطني، الملعب الكبير، الملعب الأهم، الملعب الأكبر في سنغافورة التي تستضيف هذه المباراة الودية، وسوف يستضيف هذا الملعب أيضا حديث العالم أجمع. أتت الأخبار مثلا بعودة إلى فاعل مع اللقطة اللي كانت على ماني، كرة تحولت إلى الأمام للبرازيل، لكن يخرج حارس المرمى جوميز الأسمراني حارس ديجون الفرنسي، قال ونيمار حاضرا، فيرمينو حاضرا، ومحاولة فرنسية لقبهم حتى فرنسي. ممكن الجول الأول، جول البرازيل، فيرمينو يتقدم بالهدف الأول عند الدقيقة الثامنة، البرازيل تسجل الهدف الأول بواسطة فيرمينو. فيرمينو يسجل في مرمى ماني. شوف ولاحظ معي، اللقطات المتبادلة وصلت هنا. كان في نادي العاصمة في فرنسا محاولة المنتخب القدام إيباس، الكرة الجميلة الخطيرة تحولت في الجهة اليسرى، طالت انتهت. استعجلوا فيها للسنغاليين، تقدم اليوم على كيفك ايها المشاهد الحبيب العزيز في ارجاء العالم. الاخير مقطوعه والبرازيليين يضغطون الان، ممكن الثاني حتى في هذه اللقطه، سقوط مدافع منتخب السنغال، وفي الاخير الى صافره من قبل حكم المباراه، واللقطه هنا على سانيه. قال البرازيل الكرة لا زالت خطيرة للبرازيل، للاعب كبير بحجم توماس مولر، ولكن ننتظر الرسمية في أمريكا الجنوبية في العالم. بعد هني يكون وضع ماني حلوة، أول تسديدة خطيرة، تبقى محاولة جيدة لهذا اللاعب. وصلت إلى الأمام للسنغال، التقدم، السقوط على أرضية الملعب، إسماعيل أسار كولي، لكنها الضربة الحرة المباشرة لأنها في مكان خطير. أوه لا، وايد عالية كذي، يعني التهديد قبل قليل كانت أقرب إلى المرمى. هني كانت فرصة حتى المنتخب البرازيلي، محاولة تسجيل الجول الثاني، يخرج حارس المرمى يمكن البرازيل تسجل الجول الثاني، تقدم والكرة المنقولة، ولكن يتدخل تسليم صح، وصلت الكرة إلى ماني، ماني يتقدم يسدد يصدها حارس المرمى إيدرسون. حلوة اللقطة، حلوة، شوف رابع لقطة ترى. البرازيل فرصة تسجيل الجول الثاني لا زالت حاضرة، لكنها الى حاله تسلل صافره من قبل حكم المباراه. بالمناسبه حكم المباراه السيد محمد، تقدم داني عالفيش امامك الان، يعني اللي هو الان يعتقد تسلل، نعم الى حاله تسلل، اكيد لاعب يعني بسن 36 سنه. محاوله تسجيل الجول الثاني، تقل العالم اكيد مطلوب مع ان نيمار خطيره من كازاميرو. تبقى محاوله السنغال، تقدم لكن إلى الصافرة وإلى الضربة الحرة المباشرة أبكى البرازيليين والألمان، المنتخب والألمان، النادي وبايرن ميونخ أيضا، النتيجة العريضة على توتنهام من الألقاب على مستوى كأس العالم. التسديدة حاضرة هنا، والمطالبة بشيء، كوياتي لاعب كريستال بالاس هو القائد الحقيقة، يوجه طبعا البرازيل، والضربة الركنية الهدف
بينما ننتظر نيمار الذي يتقدم الآن يمرر الكرة لكنها استقرت عند حارس المرمى غوميز. أبعد المدافع وماني تلاعب تلاعب بلنتي 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 ضربة جزاء ضربة جزاء مستحقة ضربة جزاء مستحقة. ماني يتقدم يتلاعب في مدافعي المنتخب البرازيلي وماركينيوس يتلقى البطاقة الصفراء وماني يتألق ويتسبب في هدف التعادل. أول مباراة تجمع الفريقين. ماني جول السنغال. السنغال الكرة القوية على يمين حارس المرمى من ضربة جزاء تسجل هدف التعادل.